حزب النور مؤخرا قال حاجة خطيرة جدا، قال بيقبل مسيحي وبيقبل غير محجبة واحتمال يقبل رقاصة كمان في عضويته، علشان عايز يخش. هنا بقى هنتكلم في موضوع اخر، المنظومة القيمية والاخلاقية للاحزاب السياسية. عندما تكون قبلها على طول ما بتسلمش وتتجوز مسيحية وتستخدمها كوعاء جنسي وما تقولهاش سلام عليكم وانت داخل البيت وتخلف منها، وكل اللي اتقال من ياسر برهامي وغير ياسر برهامي كل دول، وبعدين فجأة لما تلاقيت نفسك الدولة المصرية الصحية بقى من تحت قوي وقفت موقف رجولي، موقف شهم، موقف صلب امام افسادها، فرايح تتلون وتبقى زي الاميبة تتحور وتاخد موقف جديد. انت هنا امام موقف لا اخلاقي، وعلى الدولة ان تقول انه لما يبقى مجلسك التشريعي يقعد فيه ناس غير اخلاقيين، هل دي دولة محترمة؟ هل تبقى دولة محترمة وانت عايز